فعلشان كذي صار ان احنا حب الدار ودرسة الدار ان احنا عندنا خلل معين. يعني سألت قبل شوية الأستاذ الأستاذ محمد ان هل انت تأيد ان محكمة التحكيم عن باقي مراكز التحكيم الموجودة بالعالم؟ اذا احنا قاعد ننظر حق محكمة حق مراكز التحكيم اللي بباريس اللي هي الاي سي سي هذه اللي هي فصلت في موضوع الدار هذه، يعني احنا دائما لما ندخلها ايدنا على قلوبنا. ليش؟ لان اذا فيها طرف دولة الكويت او دول ثانية فيها طرف شركة، الشركات هي هذه تابعة الاي سي سي تابعة حق الغرف التجارية، معناتها ان تابعة حق كبار الشركات التجارية. نفس احنا من غرفة التجارة اللي يقول غرفة